اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين حلقه جديده ما تيجي نفهم احنا كنا بدانا مع بعض تبسيط وتسهيل سفر رؤيا يوحنا وكنا وصلنا لاصحاح سبعه. اتكلمنا في اصحاح سبعه الحلقه اللي فاتت عن جموع كتيره قوي طبعا اصحاح جميل اصحاح سبعه لان بيورينا الشعب هيبقى في السماء شكله ايه. قسمتهم لشعبين زي ما قلت لكم الشعب الاولاني هو شعب الله وقال عنه 144 ألف مش مقصود بيه طبعا كرقم بالفعل ولكن مقصود بيه إن عدد محدود لأن هم بصلبهم للمسيح بقوا محدودين وبقوا خلاص معروفين إن آمن منهم حد في العصور اللي جاية داخلين ضمن العدد ده لأن اليهود آآ آآ بقوا مجمع شيطان أو ما بقوش كان مفروض الاتجاه الطبيعي لليهود إن هم شعب الله المختار يعيش مع الله ويجي الله يكملوا ايمانهم بيه لكن للاسف جه السيد المسيح صلبوه فطبعا دي خطيه عليهم وهم ما زالوا معتقدين ان اللي صلبوه ده مش اله ولكنه الله السيد المسيح الظاهر في الجسد فاحنا شفنا ده وده كان عدد محدود هنلاقي النهارده بيتكلم على شعب تاني من كل الأمم ومن كل الشعوب ومن كل القبائل ومن كل الألسنة بيقول كده في رؤيا سبعة آية تسعة وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعد من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بسياب بيض وفي أيديهم سعف النخل طبعا إذا كان عد شعب الله لماذا لم يعد هذا الشعب الشعب اللي هو من كل الأمم والشعوب والألسنة والقبائل اللي هو إحنا إحنا المسيحيين لأن النعمة كانت غنية والنعمة بقت غنية لدرجة أن دخل شعب ليس له عدد لدرجة أن يوحنا لن يستطع عده من, من, من قطر العدد لأن النعمة كانت غنية فالمسيحيين دخلوا وبقوا كتير بيقول لم من كل القبائل ومن كل الشعوب واقفون امام العرش وامام الخروف واقفين قدام الله الاب وقدام السيد المسيح والوقوف رمز النصره لان لو قلنا دائما اللي واقف ده بيبقى واقف منتصر لكن لو الواحد ماخوذ اسير تبص تلاقوه بيخلوه راكع على ركبه او بيخلوه بارك على ركبه كده فدول واقفون امام العرش وامام الخروف آه متسربلين بسياب بيض آه التسربل هو رمز للوقار لما تلاقي حد كده لابس لبس آه آه متسربل دليل ان هو وقور اما اللبس اللي هو مش متسربل ده بيبقى آه حاجه يعني آه مش مش كويسه يعني آه بثياب بيض ثياب بيض الثياب البيض دي اللي هي رمز للمعموديه احنا حقيقه كلنا لما دخلنا المعموديه اتعمدنا لبسنا توب ابيض اه بنلبس جلابيه بيضه بس الحقيقه احنا بنتكسي بتوب ابيض التوب الابيض ده هو اللي بيخلينا ان احنا آه نغلب الشيطان زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت وفي ايديهم سعف النخل في ايديهم سعف النخل سعف النخل ده ده رمز للنصره طبعا في آية 10 من إصحاح 7 بيقول وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف. خلي بالكو الزعف بتاع النخل ده بيذكرنا بيوم حد الزعف. يوم أحد الشعانين السيد المسيح دخل أورشليم أو دخل الهيكل وكانوا بيستقبلوه بسعف النخل وكانوا بيقولوا أصرنا لابن داوود. كلمة أسرنا يعني إيه؟ يعني خلصنا يا ابن داود خلي بالكو تكملة المشوار هنا بيقولوا وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الخلاص لإلهنا يعني إحنا دخلنا السماء وإلهنا هو اللي خلصنا, خلصنا. واخدين بالكو من معاني اللغة اللي بيتكلموا بيها أو بيتكلم بيها الكتاب يعني هو المسيح وهو داخل يوم أحد الشعانين كانوا بيقولوا له يعني خلصنا يا ابن داود لان ده دا المسيح المنتظر الناس اللي كانت مامنه بيه علشان كده ده عيد وعيد قوي جدا وفي عيد مهم في كنيستنا لكن هنا بقى بعد ما دخلوا السما بيقولوا له الخلاص لالهنا يعني احنا دخلنا السما و... وده الهنا الاب ده الهنا والمسيح هو اللي خلصنا احنا دخلنا السما الاب الهنا والمسيح هو اللي خلصنا أقولها لكم تاني اه كانوا بيقولوا يوم حد الزعف للسيد المسيح أصرنا يعني خلصنا هنا بعد ما دخلوا السماء بيقولوا للآب والأم بيقولوا له الخلاص ده بتاع إلهنا واللي تمه المسيح بصلبه هو اللي خلصنا من الخطية ومن العبودية ومن الحاجات كلها اللي هي مش موضوعنا دلوقتي الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف اللي هو إشارة إلى الله الآب والله الإبن وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا قائلين أمين خلي بالكوا هنا التسبيحة بدأت بالعكس بدأت من الشعب احنا في إصحاح خمسة كان الـ الـ الأربعة حيوانات الغير متجسدين والأربعة والعشرين كاهن والملايكة كانوا بيسبحوا وبقيت الشعوب كلها بترد عليهم هنا دول الشعب اللي هو احنا بيقولوا الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف وبصينا لقينا جميع الملائكه كانوا واقفين حوالين العرش والشيوخ اللي هو الاربعة وعشرين كاهن والحيوانات الاربعه خروا وسجدوا امام العرش على وجوههم وسجدوا قائلين امين يعني هي الخلاصه عايزين نقول ان السماء تسبيح في تسبيح دول بيسبحوا ودول بيردوا عليهم، دول يسبحوا ودول بيردوا عليهم، وهذا هو منطق السماء ناحية في تسبيح دائم. بصوا بقى بيقولوا سبع كلمات جميله وكلهم معاني جميله يعني تحتاج التامل بس طبعا هو ده مش وقتنا، لكن هقول كلمه عن كل كلمه بيقولوا الخلاص لالهنا قائلين امين يعني بنرد عليهم امين زي ما بنصلي في القداس بالظبط ابونا بيصلي وبنقول له امين ابونا بيصلي وبنقول له امين بيقولوا البركه يعني التسبيح والمجد معناها البهاء أه والحكمه معناها المعرفه والشكر شكر معناها الاعتراف بالجميل والكرامه والقدره والقوه لالهنا الى ابد الابدين امين طب ايه الفرق بين القدره وبين القوه أه بصوا القوه بدون عقل زي ما نقول مثلا الاسد الاسد قوي لكن هل عنده عقل؟ لا لكن الله عنده القوة والقدرة في نفس الوقت قوة القوة كلها الله كلي القوة والله كلي القدرة لانه قوة مع عقل إلى أبد الآبدين أمين وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي هؤلاء المتسربلين بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ ده سؤال مهم بيسألوا واضح ان الكهنه دول كهنه طيبين قوي لان لما شافوا يوحنا في اصحاح خمسه بيبكي جه واحد منه منهم طبطب عليه وقال له ما تبكيش يا يوحنا اهو في الاسد طالع من سبط يهوذا هيفك الختوم السبعه ويقول لنا جوائي الكتاب ده وهنا بصينا لقيناه لما لقوا يوحنا بيستفهم هو مين الشعب ده؟ طب ال 144 دول دول شعب الله اليهود او شعب بني اسرائيل طيب احنا مين الشعب ده اللي من كل القبائل والالسنه والامم؟ فجه واحد بيقول له بيستسيره علشان يسال، بيقول له مين دول ومن اين اتوا؟ سؤال مهم جدا. دول مين وجم منين؟ انا اقول لكم انا هنا في امريكا طبعا كل ما امشي بشوف وجوه آه شعب من كل القبائل والامم والالسنه بشوف اشكال مختلفه اشكال والوان زي ما بيقولوا سواء في الاجسام او في الوش او في اللون او في من كل القبائل والشعوب والألسنة والأمم فبشوف هنشوف في السماء ناس مش هتخطر على بالنا بأشكال مختلفة وبألوان مختلفة هنا زي بالظبط عشاء عرس ابن الملك فاكرين عشاء عرس ابن الملك لما جه السيد المسيح قال لهم ات ادعي كل الناس فلما دخل صاحب العرس بيقول لهم هو هو ده مين ده جه منين لقى واحد معلهوش لباس العرس لهم ده جه منين؟ خلي بالكوا آه قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا؟ ازاي دخلت من هنا؟ ازاي دخلت ازاي دخلت هنا؟ احنا المفروض ان الباب اللي بيدخل هنا هو المعموديه واللي بعد ما بيدخل من المعموديه طبعا بيلبس الجلابيه البيضه او بيلبس الثوب الابيض اللي انا كلمتكم عنه وبيبقى عليه زنار احمر دليل ان هم بيضوا ثيابهم في دم الخروف فبيقول له يا صاحب كيف دخلت الى ها هنا طبعا فقلت له يا سيد انت تعلم هو بيقول دول مين ومن اين اتوا فقلت له يا سيد انت تعلم انت هنا انت اللي تقول لي مش انا اللي تقول لي. فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيق العظيمه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف دول اللي جم من الضيقه العظيمه وبيضوا ثيابهم في دم الخروف مين دول دول احنا المسيحيين اللي جينا من الضيقه العظيمه بصوا هو في بعض الاباء بيقولوا الضيقه العظيمه دي هتيجي ضيقه عظيمه واللي هينتصر منها يدخل السماء وبعض الاباء بيقولوا ان ما فيش حد مسيحي مؤمن الا ما عدى بحياته ضيقات سواء اضطهادات او ازمه او الم او اذيه في الارض او ضيقات من اي نوع فالضيقات دي هي اللي هتكون سبب في دخولنا السماء يبقى عايزين نقول ان الناس دول اللي جايين من كل القبائل والشعوب والامم والالسنه سبب وجودهم في السماء انا وانتو اول حاجه ان احنا مرينا بدقات عظيمه والكتاب بيقول جميع الذين يريدون ان يعيشوا في التقوى في المسيح يسوع يضطهدون هقولها تاني جميع الذين يريدون ان يعيشوا في التقوى في المسيح يسوع يضطهدون يعني خلي بالك انت الاضطهاد او الضيقات اللي بتمر بيها دي بتكون سبب في دخولك السماء يبقى من يهرب من الضيقات او اللي هو يتضايق من الضيقات اقول لكم على مستويات في الضيقات في بعض الناس في الضيقات تتذمر ليه كده ليه عملت فيا كده ويتذمر على الله وفي بعض الناس تشكر تجي لها ضيقه اشكرك وفي بعض الناس تسبح تبقى في ضيقه وتسبح سبحوه وزيدوه على بتسبيح وفي بعض الناس تخدم تقدم خدمة في الضيقات فطبعا دي, دي مستويات في الضيقات بتدخل السماء وكمان بولس الرسول كمان قال بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السموات دي قالها لما رجموا بولس ويكاد يكون افتكروه مات وانتهى فرموه بره المدينة فراحوا التلاميذ يشوفوه لقوه حي فخدوه دخلوه مدينة تانية فبدأ يوعز فقال لهم بضيقات كثيرة ينبغي يعني أن ندخل ملكوت السماوات يبقى علشان ندخل السماء أول حاجة الضيقات اللي تجينا أصبر عليها الحاجة الثانية غسلوا ثيابهم في دم الخروف يعني خلي بالكوا الدم دايما لما تحط فيه الهدوم تطلع حمرة لكن دم الخروف هو لما نغسل فيه الثياب تطلع بيضة من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه خلي بالكوا يخدمونه ده دليل الحب احنا طبعا في السماء ما خدمة آآ آآ اذا كانت خدمة اخوة رب مدرس احد حاجات زي. لا مفيش الكلام ده في السماء لان مفيش حد تعبان ولا بتاع ده لكن في السماء هيبقى الخدمة, الو... الخدمة الوحيدة التي تبقى هي خدمة التسبيح نهارا وليلا دليل على الاستمرار في هيكله يا بخت اللي يعيش في الهيكل هنا لانه هيبقى في الهيكل في السماء والجالس على العرش يحل فوقهم ولن يجوعوا بعد ولم يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر لان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى نبيع ماء حية ويمسح الله كل دمع من عيونهم هنا عايز يقول لنا لما جه يوصف السماء وصفها بالنفي او بالنهي يعني زي بالظبط كده أه لما تشوف صورة جميلة لو قلت جميلة قليل عليها لو قلت حلوة تقول قليل عليها فهو بيقول ايه؟ تقول لكن بتقول ايه مش معقول مش ممكن فهنا بيقول بيوصف السماء ان ما فيهاش جوع ولا عطش ولا, ولا الكلام ده كله طبعا لن يجوعوا بعد احنا الصيام بتاعنا بيفكرنا بان احنا هنطلع السما ما فيهاش جوع ولا عطش والخروف في وسط العرش بي بيكون معانا الله هو الخروف وهو الراعي في نفس الوقت وبيقودنا الى ينابيع ماء حيه وبيمسح كل دمع من عيونهم واحكي لكم حكايه بسيطه على الدموع دي ان لما هنبقى في السما مش الله هيجيب منديل ويمسح دموعنا لا هيحصل ايه؟ هيمسح كل الالم والضيقات اللي احنا عدينا بيها ننساها ده كان انجاز التعبير لو عندنا اسره مكونه من اب وام وثلاث اولاد وفيهم اتنين كويسين وواحد وحش الله يمسح من ذاكرة الأسرة دي الابن اللي مش كويس ده لدرجة ان هم ما يفتكرهوش ولا يبكوا عليه ولا يقولوا فلان كان معانا هو فين لا خلاص كأنه لم يكن الله قادر انه يدينا ان نكون معاه في السماء ويكون ياتون زي ما بيقول الكتاب ياتون من المشارق والمغارب واما بنو الملكوت يطرحون خارجا دي اتقالت على اليهود ان شعب الله الاولاني كان من المفروض مكانهم لكن يطرحون في الظلمه الخارجيه ويجوا من المشارق والمغارب من كل الامم والالسنه والشعوب ولالهنا المجد الدائم من الان والى الابد امين